ازيكم؟ في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن النانو سيلفر والنانو جولد والنانو معادن كمكملات غذائية لرفع صحتك ونشاطك ليكي ولأسرتك. النهاردة هنتكلم عن موضوع ما يقلش أهمية على الإطلاق، وهي جودة ونوع المية اللي احنا بنشربها، اللي هي مهمة جدا لوظائف الجسم ولصحتنا ولنشاطنا ككل. بارادايس بتقدم لك 3 حلول لرفع جودة المية: الألكالين ووتر أو المية القلوية، الأوزون ووتر مية الأوزون، والـ H3O2 Structured Water. النهاردة بالتحديد هكلمك عن أهمية الألكالين ووتر. زي ما شفنا في أطباء كتير دلوقتي بتنصح بأن احنا الدايت بتاعنا يكون ألكالين، وأن احنا نحافظ على جسمنا ألكالين، يعني الـ pH level 7.4. حتى الأمراض المستعصية زي السرطان مثلاً، الخلايا السرطانية مش بتعيش أبداً في المناخ القلوي. عشان نخلي جسمنا قلوي طبعاً هيكون من خلال الأكل والشرب، وأسهل طريقة هتكون من خلال المية اللي احنا بنشربها. طبعاً شفنا في الفترة الأخيرة ناس منزلة مية قلوية في السوق نسبياً غالية. بارادايس بتقدم لك حل سهل واقتصادي في نفس الوقت. في الألكالين بار دي اللي انت بتحطيها في المية وبتحول المية بتاعتك تبقى قلوية، ومش بس بتحول المية لقلوي، لا، دي فيها معادن كمان مهمة جدا للجسم زي الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم. فانت عندك حل اقتصادي وسهل، بتحطي الألكالين بار دي في المية وبتتحول لمية قلوية بمعادن مهمة جدا ومفيدة جدا للجسم. ايضا الألكالين بار بتعمل لك 300 لتر من المياه القلوية. أنا دلوقتي حطيت الألكالين بار في الإزازة وبرجها لمدة 30 ثانية وهتسيبيها 20 دقيقة، هتعمل لك مياه قلوية عالية جدا، وهنشوف الكلام دوت بالقياس قدامك هنا على الشاشة. زي ما انتم شايفين على إيدي الشمال المياه بتاعت السوق بدون ذكر أسماء، والـ pH بتاعها تقريبا 7. هنحطها دلوقتي في الألكالين ووتر اللي هي على اليمين ونشوف القراءة بقت ايه. هنلاقي ان القراءة حوالي 9 على الـ pH meter، يعني معنى كده ان المية دلوقتي قلوية جدا واكيد هتعادل الأحماض اللي في جسمك. بكده تكوني عندك مقاومة للأمراض أعلى بكتير، وبالتالي حياة أكثر صحة وحيوية. آخر حاجة أحب أأكد عليكي أنك أنت كمان تقدري تستعيدي صحتك ونشاطك ليك أنت وأسرتك باستخدام تكنولوجيا المية والنانو مينرالز. دي مش بس تجربتي أنا على فكرة، أنت تقدري تخشي على الإنترنت وتشوفي الأبحاث المنشورة. النهاردة تكلمنا بالتحديد عن الألكالين ووتر أو المية القلوية. المرة الجاية هنتكلم في أهمية مية الأوزون والـ H3O2 Structured Water لتغيير حياتك وصحتك للأفضل. تشاو.